بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فإن القرآن بين لنا كيف تسترد المدن والقرى إذا ما احتلت وسلبت من أيدي المسلمين، كيف تحرر القرى، وكيف تسترد المدن، وكيف يتخلص من الاحتلال. بين الله عز وجل لنا هذا كله في كتابه الكريم، هذا الكتاب الهادي إلى صراط مستقيم. ولكننا للأسف الشديد رحنا نبحث عن حلول وإجراءات بعيدة عن كتاب ربنا تبارك وتعالى. القرآن فيه الحل والحلول. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا احتلت القرى وإذا احتلت المدن، كيف تحرر وكيف تسترد وكيف تستعاد إذا هجر منها الناس وأبعد منها السكان؟ كيف تسترد وكيف تستعاد وكيف تحرر؟ هذا كله مبين في كتاب الله تبارك وتعالى. مواقف تتكرر وتتشابه. المسلمون في فلسطين هجروا من قراهم وأخرجوا من مدنهم، بعضهم طرد إلى خارج بلده ووطنه، وبقيت بقية من الأبناء وبقية من الأقارب يعيشون تحت الاحتلال. هذه قصة شبيهة بقصة القرآن، وحالة شبيهة بحالة ذكرت في القرآن. ما يحدث في فلسطين الآن شبيه بما ذكر في القرآن. أعداد من المسلمين هجروا وأبعدوا وأخرجوا وطردوا عن ديارهم وأوطانهم ومدنهم وقراهم، وبقيت لهم بقية من الأقارب والأولاد
يعيشون تحت الاحتلال، هذا واقع ذكر مثله في القرآن في قول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أخرجنا من ديارنا، أبعدنا وطردنا وهجرنا من ديارنا ومنعنا من أولادنا، حرمنا من أولادنا، قسم مبعد وقسم من الأولاد يعيش في ظل الاحتلال. هذه حالة مذكورة في القرآن وهي متطابقة مع الحالة التي يعيش فيها المسلمون الآن في فلسطين، فكيف الحل؟ كيف السبيل؟ هل يعودون إلى الأوطان والديار بالمفاوضات والاتفاقيات؟ أبدا، لن يعودوا إلا بالقتال. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هذا الخطاب موجه إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخطاب موجه إلى أمته حتى يتصرفوا بمثل هذا التصرف المذكور في القرآن. الخطاب إلى النبي محمد: ألم ترى، يعني يا محمد ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، والنبي لم يرى هذا. ربنا يقول له ألم ترى والنبي لم يرى هذا، ولكن ذكر الله عز وجل له هذا الخبر وقص عليه هذه القصة وحكى له هذه الحكاية لتتصرف أمته وفقا للقرآن إذا ما تكرر معهم نفس الحال ونفس الموقف. ألم ترى، يعني يا محمد، إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. العجيب هنا أن الملأ هم الذين طلبوا القتال، والملأ عادة لا يطلبون القتال، الملأ هم علية القوم، الملأ هم الأثرياء، الملأ هم القادة، الملأ هم البارزون في كل بلد في كل مجتمع، الملأ هم المفكرون، الملأ هم المستشارون، علية القوم. وفي العادة هذه الطبقة من الناس لا تهتم بالقتال ولا الجهاد ولا بالتحرير ولا بالأولاد ولا بالمدن، هذه الطبقة عادة همها المال، الدنيا، الاستزادة، الاستكثار، التمتع، النفوذ، التوسع، التمدد، الانتشار. هذه الطبقة، طبقة الملأ القريبين من مراكز صنع القرار، هذه الطبقة مرفهة ومترفة، متعلقة بالدنيا، ليس لها في الدين ولا في الإيمان ولا في الشرع ولا في الأحكام ولا في الحلال والحرام. العجيب هنا أن هؤلاء الملأ هم الذين طلبوا القتال، وأي قتال؟ القتال في سبيل الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، الملأ يذكرون في القرآن دائما على سبيل الذم. الملأ من قوم نوح ماذا قالوا له؟ قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، إلى غير ذلك من الأقوال. الملأ من قوم صالح تكلموا عليه وشغبوا عليه وعارضوه وحاربوه. الملأ من قوم شعيب أيضا عارضوه. الملأ من قوم فرعون
قالوا له وقال لهم الكثير. الملأ دائما يذكرون على سبيل الذم. الملأ من قوم بلقيس قالت: أيها الملأ أفتوني في أمري، إلى غير ذلك. والملأ مع ملك مصر قال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الملأ أصحاب الملك، جلساء الملك، المستشارون، القادة البارزون، لم يذكروا على سبيل المدح إلا قليلا. الملأ من قوم نبي الله سليمان قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هذا نبي له ملأ هو أيضا، ولكنه ملأ صالح، هذه بطانة صالحة. أما الملأ عادة يذكرون على سبيل الذم والقدح. الملأ من بني إسرائيل كانوا يعيشون خارج بلادهم، ومعهم نبي من أنبياء الله، تسلط عليهم العمالقة وتسلط عليهم الجبارون فطردوهم وأخرجوهم، فعاشوا في المنفى، عاشوا في بلاد المهجر، ولكنهم حنوا إلى الديار واشتاقوا إلى الأولاد فتحركوا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الوطنية؟ أبدا، إنما قالوا نقاتل في سبيل الله، ما قالوا نقاتل في سبيل الأرض ولا في سبيل العرض ولا في سبيل الوطن، وإنما قالوا نقاتل في سبيل الله. شيء عجيب جدا، أول مرة الملأ بيتجهوا ناحية الدين وبيطلبوا المطالب الشرعية ويريدون القتال في سبيل الله. أين الأموال؟ أين الثروات؟ كل هذا الآن ليس له حساب. يريدون القتال في سبيل الله، ليس في سبيل الوطن، وليس في سبيل الأرض، وليس في أي سبيل، وإنما في سبيل الله. ما الذي غيرهم؟ ما هذا التغير؟ أمر عجيب وأمر غريب. كيف وصل الأمر إلى الملأ؟ كيف تغيروا؟ ثم إن هذا الطلب طلب عجيب جدا. قالوا ابعث لنا ملكا، معنى أن يعمل لهم ملك، يعين عليهم ملك، أن هذا الملك سيملك أوقاتهم وسيملك أموالهم وسيملك أجسادهم. هذا معنى كلمة ملك، اجعل لنا ملك يعني يملكنا ووقتنا وأموالنا، المهم أن نتدرب وأن نقاتل في سبيل الله. أمر عجيب جدا. سوف ينتقلون من الحياة المدنية هم فيها أحرار إلى الحياة الحربية العسكرية، حالة الطوارئ، حالة الحرب. اختاروا أن يتركوا الحياة المدنية ليعيشوا حالة حرب. هيبقى عليهم ملك وينظمهم ويقسمهم ويشكلهم ويدربهم. هذه حياة حرب، هذه حالة حرب، هذه حالة طوارئ، ليست حالة مدنية. اختاروها. عجيب جدا، هذا تطور، هذا تغير في الأحوال. قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هذا كلام عجيب وغريب. ربما تتراجعوا، ربما تتخلفوا، ربما تتقاعسوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قالوا عندنا تصميم، عندنا إصرار، عندنا عزم. نعم، إن كتب علينا القتال سنقاتل، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كلام عجيب جدا. نبيهم حذرهم إن كتب عليكم القتال سيصبح عليكم فرضا، ستحاسبون إن تركتموه وتعاقبون إن تراجعتم عنه، سيصبح فريضة على كل عين. أنتم الآن في سعة
أنتم أحرار في الحياة المدنية، إن كتب عليكم القتال ثم تركتموه تعاقبوا وتحاسبوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا مصممون عازمون مصرون على القتال في سبيل الله. لماذا قالوا هذا؟ عرفوا أن السبيل الوحيد لتحرير الديار والمدن والقرى والأراضي هو القتال. العجيب أنهم لم يقولوا لنبيهم فاوض الأعداء لنرجع إلى ديارنا وأبنائنا، حرمنا من الأبناء، حرمنا من الديار، حرمنا من الأرض، حرمنا من بلادنا، فاوض لنا الأعداء. لم يطلبوا التفاوض من نبيهم، وإنما طلبوا القتال، يريدون القتال. لذلك قص الله عز وجل علينا هذه القصة وحكى لنا هذه الحكاية لأنها الصواب، لأنها الحل الصحيح، لأنها الحل الناجع. اختاروا الطريق ولكنهم تراجعوا عنه. لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. كلامهم جميل طيب، أفعالهم قبيحة. لما كتب عليهم القتال وفرض عليهم الجهاد في سبيل الله تولوا إلا قليلا منهم. تولوا يعني انصرفوا وابتعدوا، رجعوا إلى حياة الأموال والثروات والمشروعات والاستثمارات والملذات والشهوات، ابتعدوا عن القتال في سبيل الله، ابتعدوا عن الحالة الحربية العسكرية، وعادوا إلى الدنيا حالة المدنية المشروعات. تأمل، هذا حال الناس، هذا حال الناس. نوعيات كلامها معسول حلو جميل طيب، طلبات ولكن الأفعال سيئة قبيحة ذميمة. لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. ظلموا أنفسهم وجلبوا لأنفسهم الحساب والعذاب والعقاب. ظلموا أنفسهم، كانوا في سعة قبل أن يطلبوا القتال، طلبوه فرض عليهم تركوه، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كلام واضح، الله هو الذي بعث، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. لا هو من نسب الملك من أولاد الملوك، ولا هو من أصحاب الثروات الأموال. أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، نحن أبناء الملوك من نسب الملوك، هكذا قالوا. وليس عنده أموال، لم يؤت سعة من المال. هل تعرفون طالوت؟ كان رجلا فقيرا، كان يعمل دباغا، كان يعمل سقاء، كان مغمورا طالوت، ولكن كانت له أحوال مع الله، كانت له أحوال مع الله، كانت له عبادات يتعبد بها لله عز وجل، كان له إيمان، كان عنده دين. كما ذكرت كانت له أحوال دينية إيمانية طيبة بينه وبين الله عز وجل. فاصطفاه الله، اختاره من بين الناس، قال إن الله اصطفاه عليكم، يعني اختاره لأحوال قلبية دينية إيمانية. وإن كان مغمورا ليس من نسب الملوك ولا من أولاد الملوك، إلا أن الله اصطفاه. نعم كان فقيرا لم يؤت سعة من المال، ولكن الله زاده بسطة في العلم والجسم، علم يعلم به الأخطار والإجراءات التدابير الحربية العسكرية، وعنده جسم فارع طويل قوي عريض مهاب. هذه الصفات المطلوب
توفرها في أي ملك. القائد العسكري، القائد العسكري السلطان الملك لابد أن يكون متدينا مؤمنا موقنا، له أحوال مع الله، له أحوال قلبية، له أحوال إيمانية، له أحوال مرضية. ليس بالضرورة أن يكون من أبناء الطبقة العليا الملأ، ولا من أبناء الملوك والأمراء والوجهاء والشرفاء، ليس بالضرورة أن يكون من أبناء الطبقة العليا، وليس بالضرورة أن يكون من الأغنياء أوتي سعة من المال، ليس بالضرورة، وإنما لابد أن يكون متدينا. إن الله اصطفاه عليكم، اصطفاه، اختاره لأحوال عنده، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. تقول سبحان الله، من كان يظن أن طالوت يكون ملكا؟ الملك لله، يؤتيه من يشاء سبحانه، والله واسع عليم. تعجبوا، هذا السؤال سؤال تعجب وليس استنكار، والله أعلى وأعلم. قالوا أنى يكون له الملك علينا، كيف، كيف وصل إلى هذه المكانة ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ المؤهلات، قال إن الله اصطفاه عليكم، لا هو من أبناء الملوك ولا هو من الأغنياء، وإنما هو من الأتقياء، العلماء، الأقوياء، الأمناء، هذه هي المؤهلات. أرادوا أن يطمئنوا أن هذا الاختيار من عند الله، قالوا نريد آية. قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، تابوت من أيام موسى عليه السلام. هذه القصة التي نحكيها المذكورة في القرآن بينها وبين موسى 1000 سنة، 1000 سنة مذكورة في القرآن، لأنها هامة للمسلمين على مر العصور والدهور، ستحتاجها أجيال من المسلمين في يوم من الأيام. قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، التابوت صندوق من أيام موسى عليه السلام، كان يضع فيه التوراة، وكان يضع فيه متعلقات عصا موسى، عمامة هارون، بقايا الألواح التي تكسرت لما ألقى موسى الألواح، يقال أنها تكسرت، فكان موسى يضعها في هذا التابوت. قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. أين كان التابوت؟ كان مغتصبا، اغتصبته الجبابرة، الجبارون اغتصبوه، والعمالقة أخذوه من بني إسرائيل. هذا التابوت كان هاما لبني إسرائيل، فيه عصا موسى وعمامة هارون وبقية الألواح، كانت فيه متعلقات هامة جدا أخذته الجبابرة، ولكن آية من الله عز وجل على ملك طالوت، حملته الملائكة وطارت به في السماء، ثم وضعته أمام بني إسرائيل في بلاد المهجر، في بلاد الغربة. قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، يعني في إتيانه، في وجوده بين أيديكم، سكينة لكم، سكينة لكم من ربكم، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. ويقال كانت فيه سكينة، يعني رحمة أو أشياء تبعث على السكينة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أيقنوا وسكنوا إلى أن هذا من عند الله. بدأت التدريبات، التشكيلات، التقسيمات، التنظيمات، وتحولوا إلى جنود. بعد أن كانوا مدنيين تحولوا إلى حربيين، عسكريين، جنود. لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، اختبارات قادمة، حياة الجندية، حياة الحربية، الحياة العسكرية، تركوا الحياة المدنية، بقية الملأ هناك في المهجر. لما فصل طالوت بجنوده قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه
فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. حدد لهم تصرفات الناس، قال من شرب منه فليس مني. كانوا في قمة العطش، أو كانوا يخافون من العطش في أيام حارة قائظة شديدة الحرارة، ولكن قال لهم إن الله مبتليكم بنهر. هذا ابتلاء من عند الله، هذا اختبار من عند الله عز وجل. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ليس على شرطي وليس على صفتي وليس مطلوبا عندي، سيكون بعيدا مني، بعيدا عني. من شرب منه ليس مني، يعني ليس من صفاتي وليس على شرطي وليس مطلوبا لي. من شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه إطلاقا فهو مني، على صفتي وعلى شرطي ومن مطلوبي. إلا من اغترف غرفة بيده، إلا من ذاق، ملأ كفا واحدة وشرب منها. إذن نحن أمام ثلاثة احتمالات: الناس يشربوا حتى الارتواء، أو إن واحد لا يذوق قطرة واحدة من النهر، أو إن الناس تذوق ملو الكف. ربنا قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، سقطوا في الامتحان. تقول الروايات أن طالوت كان معه 80,000، 80,000 لما خرج بيهم، 64,000 شربوا من النهر، ويقال 74,000، عدد كبير جدا، سقطوا، فشلوا، تساقطوا، آلاف مؤلفة لم يتحملوا العطش، فكيف سيتحملون ضربات السيوف؟ كيف يتحملون ضغط الحرب وحالة الحرب وهم لم يتحملوا العطش؟ سيشربون، ولكن بعد النهر لن يموتوا، سينقذهم الله، سينجيهم الله. ولكنهم قالوا النهر أمامنا، الماء أمامنا، لا ننتظر، سنموت من العطش، موتوا في سبيل الله امتثالا لأمر الله، في سبيل الله موتوا. لم يتحملوا، شربوا. نوعيات، أهذه النوعيات تصلح؟ أهذه النوعيات طيبة جيدة؟ آلاف مؤلفة سقطوا، فشلوا، تساقطوا على جنبات الطريق، رجعوا. كان منهم نوعيات ضعيفة الإيمان، فيها النفاق وفيها الكفر وفيها الشرك، نوعيات سيئة، أعداد، أعداد، آلاف مؤلفة، شربوا منه إلا قليلا منهم. طب القليل دول مين؟ قسمين. القليل قسمين: قسم لم يشربوا إطلاقا، ما دقوش ولا نقطة من النهر، وقسم من القليل اغترفوا غرفة، بقوا قسمين. وفي قسم اللي شرب حتى الارتواء، دول رجعوا، أرجعهم طالوت، رفضهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، المؤمنين الخلص اللي ما دقوش قطرة نقطة من النهر، أو اللي شربوا شربة صغيرة جدا، هؤلاء أهل الإيمان. أمال اللي رجعوا، أمال اللي رجعوا دول، دول أهل النفاق أو أهل الأمراض، قلوبهم مريضة متعلقة بالدنيا، لهم حسابات، لهم أحوال سيئة. لما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ناس قالوا لا طاقة لنا بجالوت، ده أعدادهم كبيرة جدا، ده إحنا بقينا شوية صغيرين، لا تناسب في العدد، لا مقارنة بيننا وبينهم في العدد، ده إحنا شوية صغيرين، ده إحنا قلة وهم كتير، آلاف مؤلفة، عدد، عدة، سلاح، هيئة، منظر، هيبة. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ده مين اللي قالوا كده؟ والله أعلى أعلم، اللي شربوا شربة صغيرة جدا، دول قالوا لا طاقة لنا. حساباتنا تقول ما مش هنقدر، ما نقدرش، هنتغلب.
قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، اللي جايين عشان يقابلوا ربنا، اللي جايين عشان يموتوا، اللي جايين عشان الشهادة، اللي جايين عشان يخشوا الجنة، الذين قدموا من أجل الموت في سبيل الله، الذين يشتاقون إلى الشهادة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أمال اللي ما قالوش الكلام ده، اللي قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أمال دول إيه؟ مؤمنين، ولكن جاءوا للقتال وهم يطمعون في البقاء، جايين يحاربوا بس عشان يعيشوا، عندهم أمل أن ينتصروا وأن يعيشوا وأن يبقوا حتى يدخلوا الديار ويجتمعوا بالأبناء والأولاد حتى يفرحوا بالنصر. جايين يحاربوا ودول من أهل الإيمان برضو، بس مش عايزين يموتوا، ما ينفعوش برضو. أمال مين اللي ينفع؟ اللي جاي عشان يموت، جاي عشان الشهادة، جاي عشان يقابل ربنا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. واحد يقول ازاي؟ القرآن ما قالش ازاي، انت يعني فكر زي ما تفكر. هزموهم بإذن الله، كيف؟ كيف لهذا العدد القليل أن يهزموا العدد الكثير؟ الإجابة بإذن الله، بقدرة الله، ما تتحسبش، ما تتحسبش. طب ما فيش مقارنة في السلاح، برضو ما تتحسبش، ما فيش مقارنة في العدد، برضو ما تتحسبش. لماذا؟ لأن النصر من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، مهما كان عدده، مهما كان سلاحه. المهم سلاح الإيمان نوعيات، نوعيات: راغبة في الشهادة، حريصة على الموت في سبيل الله، لا تطمع في البقاء ولا تطمع في الحياة. النوعية دي لو موجودة يأتي النصر. واحد يقول كانوا كام؟ كانوا كام؟ 313 بس. أمال الآلاف؟ ده دول طلعوا 80,000، طلعوا مع طالوت في البداية 80,000، بقي منهم 313. في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في بدر كانوا على عدة أصحاب طالوت 312، كلهم على الإيمان. 300 وبضعة عشر، 313 و15 و17 على أقصى تقدير. اللي كانوا مع النبي في غزوة بدر هم عدد اللي كانوا مع طالوت، 313 و15. هذه الفئة القليلة، هزموهم بإذن الله. إزاي؟ هل ربنا بعت معهم ملائكة؟ جايز. هل ربنا ألقى الرعب في قلوب الأعداء؟ جايز. إزاي غلبوهم؟ بإذن الله، بإذن الله. الإجابة بإذن الله. في أمور لا تحسب بالعقل، بالموازين البشرية، ما تتحسبش. لو قعدنا نحسبها هنقول لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هو احنا قد أمريكا؟ احنا عندنا سلاح زي أمريكا؟ احنا عندنا سلاح زي اليهود؟ لو قعدنا نحسبها هنقول لا طاقة لنا اليوم بأمريكا ولا بإسرائيل مثلا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أمال الراغبين في الشهادة عندهم حسن ظن بالله، يقول ربنا هينصرنا إن شاء الله، عندهم يقين، عندهم تعلق بالله عز وجل، لا يريدون البقاء، لا يريدون الحياة، لا يريدون العيشة، لا يريدون الدنيا، يحبون الشهادة، يبحثون عن الموت في سبيل الله حقا وصدقا. فهزموهم بإذن الله. هذه الموازين،
أدي الإيمان، أدي القرآن، الحل في القرآن. نوعيات موقنة، نوعيات مؤمنة، نوعيات زاهدة، نوعيات مشتاقة إلى الموت في سبيل الله، نوعيات مشتاقة للشهادة في سبيل الله، راغبة في الجنة، طامعة في لقاء الله. هذا الحل في القرآن كده. هزموهم بإذن الله ورجعوا للديار ورجعوا للأبناء. اجتمع الشمس، اجتمع الشمس، رجعوا لأولادهم اللي كانوا تحت الاحتلال، حرروا البلاد، القرى والمدن اتحررت. هزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، الملك والنبوة اجتمعا في رجل واحد. قبل سيدنا داود كانت النبوة في سبط من أصباط بني إسرائيل، والملك في سبط، النبوة في سبط لاوى، والملك في سبط يهوذا. اجتمع الملك والنبوة في شخص واحد، سيدنا داود. آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، كيف يصنع الدروع، كيف يفهم لغة الطير، كيف يصنع كذا، كيف يصنع كذا. علمه الله مما يشاء. يعني مما يشاء، مما يشاء الله ولا مما يشاء داود؟ الاثنين صح. اللي هو حب يتعلمه ربنا اداهوله. علمه الله مما يشاء، يعني مما شاء داود. وعلمه الله مما شاء، مما شاء الله عز وجل. علمه علما واسعا غزيرا. هذه القصة، قصة التحرير، مدن وقرى فيها أولاد تحت الاحتلال وفيها أقارب في المهجر والغربة. إزاي اجتمع الشمل بالقتال في سبيل الله عز وجل. أسأل الله أن يغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. أسأل الله أن يرزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا. نسأل الله أن يزهدنا في الدنيا وأن يرغبنا في الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، هذه قصة التحرير، هذه قصة التحرر في القرآن، وهي موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمته. ألم ترى، يعني يا محمد، إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فإذا احتاجت الأمة، إذا احتاجت الأمة إلى تكرار هذه القصة، عندها القرآن، عندها الأنوار، عندها الهدايات، عندها التوجيهات، عندها العلوم. هذه علوم القرآن وطريقة القرآن وتربية القرآن ودروس القرآن وأضواء القرآن وبركات القرآن وخيرات القرآن. مهما بحثنا عن حل بعيد عن القرآن سوف يفشل. تيه، متاهة، وحيرة، وفشل، ومذلة، وهوان، وانكسار، وخسران. بعيد عن القرآن خطأ، غلط. أمال الحل يجي امتى؟ لما الملأ الكبار، لما الكبار يقولوا خلاص عايزين نحارب، عايزين نحارب. فشلت المفاوضات والاتفاقيات، فشلت لما يتجهوا ناحية الحرب والقتال ويسيبوا الحياة المدنية ويتجهوا للحياة العسكرية الحربية. دي بداية الطريق. حتى لو تساقطوا، حتى لو فشلوا، ما هيفشلوا، والناس كتير جدا هتفشل وتتساقط، إنما تبقى قلة قليلة يفتح الله على يديها. لما الناس تمل ويبقى رأي عام ضاغط، ضاغط، كل الناس بتتكلم، كل الناس بتتكلم، نريد القتال، نريد الجهاد، نريد الحرب،
نريد السلاح. لما كل الناس يتكلموا لدرجة ان الملأ هم كمان يتكلموا يطلبوا، لما نوصل للدرجة دي، دي بداية الفرج ان شاء الله. اما الملأ في وادي والقدس في وادي وفلسطين في وادي، حتى الناس من يتكلم عن فلسطين، من يتكلم عن القدس، غيبة. القدس تحتل مساحة قليلة وضعيفة جدا من حياتنا. شوف حياتنا النهاردة، مين بيفكر في القدس؟ أنا وإنت عندنا هموم، عندنا مشاكل، عندنا مشاغل واخدة معظم وقتنا. شوف الجرائد، مين بيتكلم عن القدس في الجرائد؟ صفحة الرياضة، أو قول صفحات الرياضة كتيرة جدا، صفحات الفن كتيرة، صفحات الإعلانات كتيرة، الاقتصاد، السياسة. أما القدس وفلسطين ربع صفحة، جزء صغير من صفحة، أخبار فلسطين والقدس والأقصى وخلاص. أما الجورنال كله رياضة وفن، إعلانات، سياسة، اقتصاد، تجارة، زراعة. طب المجلات، طب القنوات، برضو حتى القنوات مساحة القدس قليلة جدا. حتى أنتم، حتى أنتم أحيانا أظن أنني فشلت معكم. أنا فشلت أن أنا أخليكم تهتموا بالقدس. مرة نقول يا ناس كلموا عن القدس، مرة نقول يا ناس علقوا حتى صورة المسجد الأقصى، طب حتى اشتروا صور المسجد الأقصى ووزعوها على الناس، اطبعوا صورة المسجد الأقصى ووزعوها على الناس، أو علقوا على البلكونات أو على الجدران صورة المسجد الأقصى أو القدس أو كلمة، أي كلمة لا لتهويد القدس. افعلوا أي شيء يخيل لي أنني فشلت معكم. فاهتمامنا بالقدس ضعيف جدا، عندنا جرح وبنلمسه وبنتلمس كل يوم بس محدش حاسس، لأننا في غيبوبة، لأننا في إغماء، لأننا في سبات عميق جدا، كل يوم في إجراءات. بالأمس اقتحم مجموعة من المستوطنين باحة المسجد الأقصى، دخلوا الباحة، دخلوا الساحة، وفي نفس التوقيت حلقت المروحيات اليهودية بكثافة فوق المسجد الأقصى. ماذا يريدون؟ تحليق للطائرات بكثافة فوق المسجد الأقصى، ماذا يريدون؟ هل ينتهزون فرصة لهدمه؟ لقصفه بالصواريخ من الطائرات؟ ماذا يريدون؟ أغلقوا الضفة بالكامل، أعلنوا قبل ذلك أنهم لن يوقفوا بناء المستوطنات في القدس، وسيرفضون أي طلب في هذا الموضوع، طلب مصر، الأردن، طلب أمريكا، أي طلب مرفوض. ثم قالت أمريكا نرفض مناقشة بناء المستوطنات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن. يعني لو رحتوا يا عرب نرفض هذا، الفيتو موجود، أمال يرجعوا للمفاوضات تاني المباشرة. ذل، هوان، ذل وهوان، انكسار، ضياع، ضياع، حيرة، تخبط، أحوال صعبة. وإحنا منشغلين، وأنا متأكد تماما أنا وإنت وكلنا لما نروح بعد الصلاة كله هينسى. القدس تحرر لما نبقى كلنا بنتكلم عنها ليل ونهار، ليل ونهار، كله بيتكلم ليل ونهار، تبقى قضيتنا الأولى والأساسية لما كلنا نتكلم فيها، وننجح ان احنا نقنع الشارع والجمهور ان هم يتكلموا ايضا في قضية القدس. لما الملأ والكبار والقادة الموجهون لما هم كمان يتكلموا عن القدس ليل ونهار، لما كل الناس تقول عايزين القتال في سبيل الله، دي الخطوة الاولى زي ما مذكور في القرآن. اما غير ذلك كل في وادي، واليهود لا يتوقفون، إجراءات يومية، خطوات مستمرة لا تنقطع ومتنوعة، ومحاولات لا تهدأ، والأوضاع سيئة في فلسطين، في القدس، المسلمين هناك بيعانوا
بأنه بيتألموا بيتوجعوا أحوال صعبة، المسجد الأقصى والمدينة المقدسة والمسلمون في فلسطين يعانون ونحن في واد آخر. النبي يقول المسلم أخو المسلم لا يخذله، لا يخذله ولا يسلمه، وإحنا خذلناهم وأسلمناهم وهجرناهم ونسيناهم. مسجد الأقصى والقدس، فلسطين قضية، القرآن دي قضيتنا، ده قرآننا وده سبيلنا وده نهجنا. أسأل الله أن يغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم غير أحوالنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقم لنا علم الجهاد، اللهم افتح لنا أبواب الجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم بلغنا منازل الشهداء، اللهم بلغنا منازل الشهداء. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم ثبت أقدام المسلمين في فلسطين، اللهم سدد رمياتهم يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوبهم ليكونوا من المؤمنين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، اللهم رد عنهم عدوان المعتدين، اللهم رد عنهم عدوان المعتدين. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية. اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم قوي المسلمين في كل مكان وثبت المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالكافرين، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم إن أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، هل مللتم من الحديث عن القدس؟ مللتم؟ نغير الموضوعات، ممكن نغير الموضوعات، لو مللتوا قولوا لي. لما نغير الموضوعات برضو هنتكلم في موضوعات تتعلق بنفس القضية، زي قضية مثلا الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ما هذا جزء من الحل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولتنزعن المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت.
هذا هو الوهن يقذف في القلوب التي تحب الدنيا متعلقة بالدنيا وتكره الموت، مش عايزة تموت، نوعيات مش عايزة تموت، مال عايزة تعيش وعايزة الدنيا، عايزة تزود تتوسع تتمدد تستكثر. هذه النوعيات دي عرفت، هو ده الوهن. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. في ناس قاعدين بيأكلوا والقصعة موجودة قدامهم فيدعوا بعض، يلا اقعد كل، مد ايدك خد حتة. تتداعى الأمم علينا، كل الأمم بتقول لبعض خدوا حتة من العرب، خدوا حتة من المسلمين، مدوا ايديكوا. الصرب مرة واليهود مرة والهنود مرة والنصارى مرة والوثنيين البوذيين مرة، كل الأمم تداعت على المسلمين. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، يعزون بعض يعني. فالصحابة قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، فقيع فقيع، ليس في داخلها شيء، مجوفة خاوية هشة غير قوية. هذه الغثاء عدد مليارات، مليار وتلت، بس عدد هش جدا، نوعيات نوعيات لا تصلح، استغفر الله واتوب اليه. يعني اتمنى ان لا نكون هذه النوعيات، والا الواحد يظن في نفسه ان هو النوعيه دي، هو النوعيه السيئه دي. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. لابد من تغيير نوعيات جديده، طريقة جديدة، تفكير تمام جديد، فتش صلح غير، تنزع المهابة من قلوب الأعداء. بعدما كانوا بيخافوا من المسلمين دلوقتي يتجرأوا على المسلمين، وزي ما انتم شايفين اتجرأوا علينا في كل حتة، كل حتة بيتجرأوا علينا، حتى في داخل بلادنا وداخل ديارنا وجيراننا اتجرأ علينا، كل الأمة اتجرأت علينا. ويقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. لما كل الناس تبقى مشتاقة للموت، عايزين نموت في سبيل الله، عايزين الشهادة في سبيل الله، نشتاق إلى لقاء الله، نشتاق إلى الجنة. لما تبقى في نوعيات كثيرة كثيرة بالهيئة ديت تتغير الأحوال. هذه كلها موضوعات، دي كلها موضوعات وأحوال، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق وأن يرزقنا حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان وحقيقة الإيمان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين. اللهم غير أحوالنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أذقنا طعم الإيمان، اللهم أذقنا برد اليقين. اللهم غير أحوالنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.